بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا مع سورة عبسة. هذه السورة العظيمة من سور كتاب الله تبارك وتعالى، وكل كتاب الله عظيم. ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقلنا إن هذا الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم. وقول الله تبارك: وما يدريك لعله يزكى، أي يطلب الزكاة عن طريق هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى وهم صناديد قريش أو بعض كفار قريش الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامهم وطاعتهم، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، أي إن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، ليست بيد النبي ولا غيره صلوات ربي وسلامه عليه. وأما من جاءك يسعى كمثل هذا الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، وهو يخشى أي الله جل وعلا، فأنت عنه تلهى. كلا، هنا كلا ذكر أهل العلم أنه يحتمل أن تكون كلا مرتبطة بما سبق، فيكون الكلام هكذا: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا، أي لا تفعل هذا الأمر. يعني هذا الأمر الذي سبق، وهو أنك تركت هذا الأعمى وأقبلت على هؤلاء الكبار ترجو إسلامهم، كلا، أي لا تعد إلى مثل هذا، وتبدأ جملة جديدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هذا معنى. والمعنى الثاني أن تكون كلا مرتبطة بما بعدها وليس بما قبلها. فبعد أن أخبر الله تبارك وتعالى نبيه بما وقع، قال له: كلا إنها تذكرة، أي هذه الآيات التي نزلت عليك تذكرة، أردت أن أذكرك يا محمد وأن تتنبه إلى ما سيأتي من الزمان وعلاقتك مع الناس. كلا إنها تذكرة. وكلمة كلا يقول أهل العلم إنها كلمة زجر، كلمة زجر. ويذكر عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه أراد أن يضرب رجلا أو يقتله أو يؤدبه، المهم، فقال له الرجل: أسألك بالذي جعل كلا في النصف الثاني من القرآن، أسألك بالذي جعل كلا في النصف الثاني من القرآن، يعني ألا تفعل. فقال: سبحان الله، وما أدراك، أطلقه. ومن هذا ذكر أهل العلم أن كلا لا توجد أبدا في النصف الأول من القرآن، يعني من أول الفاتحة إلى سورة الكهف لا توجد كلمة كلا. أول كلا جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة مريم، فيقول: كلا لم تأتي إلا بالنصف الثاني من القرآن الكريم. قال: كلا إنها تذكرة، أي أردت تذكيرك، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم تذكير لأتباعه. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وهذه ليست للتخيير، فمن شاء ذكره، يعني إن شئت تذكر تذكر، وإن شئت لا تذكر لا تذكر، لا، وإنما هي للتهديد. فمن شاء ذكره، فإن ذكره فقد نجا، وإن لم يذكره فسوف يأتيه العقاب. فهنا فمن شاء ذكره ليست للتخيير ولكنها للتهديد. فمن شاء ذكره، ثم قال: في صحف مكرمة، أي هذه الآيات التي تنزل عليك يا محمد هي في صحف مكرمة، وهو القرآن الكريم المكتوب، مرفوعة مطهرة، مرفوعة القدر، مطهرة عند الله تبارك، أنها كلام الله، لأن هذه الآيات هي كلام الله تبارك وتعالى. بأيدي سفرة، السفرة قيل الكتبة وقيل القرأة وقيل النقلة، كل هؤلاء سفرة. فيقال سفر بمعنى قرأ، والسفر بمعنى كتب، وهم الكتاب.
والسفر هم النقلة، السفراء اللي ينقلون بين الناس. فسفر بمعنى كتبه، والسفر بمعنى القراءة الذي يقرؤون كلام الله تبارك وتعالى، والسفر هم النقلة وهم السفراء بين الله وبين عباده، لأن الملائكة ما هو معلوم هم السفرة، سفراء بين الله وبين رسله صلوات ربي وسلامه عليهم. بأيدي سفرة، أي أن هذا القرآن إنما يكون بأيدي هؤلاء الملائكة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هم السفرة، هم الكرمة البررة الكرام، وهم الملائكة. وقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم مواقع النجوم، النجوم ليست هي نجوم السماء، وإنما النجوم هي نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، منجم أي مجزأ، يعني لم ينزل القرآن كما نزلت التوراة والإنجيل. التوراة نزلت كاملة على موسى في وقت واحد، الإنجيل نزل كاملا على عيسى في وقت واحد، القرآن نزل منجما خلال 23 سنة كما هو معلوم. هذه السورة تنزل اليوم، هذه السورة تنزل غدا، هذه الآيات من هذه السورة تنزل بعد شهر، وهكذا خلال 23 سنة كان يتنزل القرآن. فيقال نجوم القرآن، أي نزل من النجوم، منه الأقساط الآن تسمى النجوم، نجوم يعني على 12 نجما، أي على 12 قسطا. فالقرآن نزل منجما أي مفرقا. فلا أقسم مواقع النجوم، أي نزول القرآن منجما. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من هؤلاء المطهرون؟ هم الملائكة الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم هنا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. هؤلاء هم المطهرون، وهم السفرة الكرام البررة. كرام أي منزلتهم عظيمة عند الله تبارك وتعالى. البررة، البار بمعنى الصادق، ويقال يمين بار أي صادقة، وفلان بر أي صادق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدق يهدي إلى البر، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. فالبر بمعنى الصدق، والبر بمعنى التقوى، والبر هو كل عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى. كرام بررة أي صادقون مؤتمنون عند الله تبارك وتعالى.